بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب، اليوم راح نكمل تحليل العملات ونشوف شو تطورات وضع السوق، لا سيما إنه السوق فتح. الأسواق الأوروبية والأمريكية فتحت، اللي هي أسواق الفوركس وأسواق الأسهم. طبعا كمتداول العملات الرقمية، الموضوع شو بيأثر عليك؟ أصل العملات الرقمية بتتداول 24 hours 7 days، ولكن موضوع الإغلاقات أسواق الفوركس والأسهم تؤثر على السيولة، فبتلاقي العملات ما فيها سيولة. فحنبدأ هلأ بتحليل عملة الـ XRP. حكينا بفيديو سابق إنه الـ End Point عطيني دعم عند هي المنطقة، تمام؟ لاحظ كلها خطوط متواصلة، فهي منطقة دعم. تمام. طيب، عملة الـ XRP كمان عند المستوى الثاني مهم، هذا الدعم المائل كمان حتطلع لعنده، تمام، وتضل تكمل صعود لحد هاي المنطقة. فعندنا هاي هي منطقة مقاومة وهي هي منطقة مقاومة، ولكن هاي المقاومة سوف يتم اختراقها. ليش حيتم اختراقها؟ تمام، لأنه لاحظ الخط مباشرة اللي قبله هو خط نفس الدورة وهو منقط، فهذا الخط حيتم اختراقه. اوكي، حيتم اختراقه، هتوصل لهون لما يكون مثل هيك حالة. عندك مقاومة، تمام، وعندك دعم، وبيناتهم ما في اي خط، والتنتين تابعين لنفس الدورة. بهيك حالتنا 21.5، فحيتم الاختراق حتى يتم الصعود للدورة اللي بعدها، او يتم الاختراق اذا كان ترند هابط لحتى يتم الهبوط للدورة اللي بعدها. فحاليا الدورة اللي بعدها هي 25.5، اللي هي هاي المستويات 0.678، وهذا هو هدف عملة الـ XRP. وحكينا، تمام، خلينا نفتح فريم الـ4 ساعات، حكينا من قبل انه هي واقفة على دعم عملة الـ XRP، وهذا المقاومة حيتم اختراقها. ليش؟ لانه ما في اي خط بين هاي الخطين لنفس الدورة اللي هن يوم 21، فما في اي خط بيناتهم تابع لاي دورة تانية. يعني المفروض الدورة اللي بدها تعمل قمة هي يوم 25، الخط ماله موجود بالنص. لو دورة يوم 25 موجودة بالنص، يعني مثل هيك شي، لقيت خط هيك، تمام، او لقيت خط هيك، اوكي، لقيت خط هيك لدورة يوم 25، فالسعر حيوقف هون. ولكن لا، هون بيناتهم ما في أي خط، فالسعر حيكمل ويطلع لفوق للصفر فاصلة ستة ثمانية تقريبا أو 6.7. هذا هو هدف العملة. خلصنا من عملة XRP. طبعا ليش العملة مدعومة مرة ثانية؟ لأنه كل الخطوط هون منقطة. حكينا إن الخط المنقط هو دعم، هون دعم، السعر حيطلع من عنده دعم، تمام، على الـ end point، مو شرط يكون تحت السعر. أوكي، الدعم ممكن يكون هون، فالسعر بوصل لهون، بيعمل تذبذب شوي وبيكمل بيطلع لفوق، تمام. هاي المنطقة بيتم اختراقها بعنف وبيوصل لهون، بعدين عندنا هبوط لعملة XRP. بس العملة اللي اشتراها امبارح عامل شوية أرباح، لسه في عنده صعود 58%، تمام. لاحظنا، حكينا بأكثر من فيديو، إنه هاي المنطقة هي منطقة دعومات، ولاحظوا كيف الدعومات عم تشتغل بشكل قوي ومميز، دعومات الـ End Point. طيب نحكي على عملة ثانية، عندنا عملة LMR. هاي العملة، تمام، خلينا نظبط الدلتا تبعها الأول. الدلتا تبعها 3 أصفار، خلينا نشوف. أوكي، 3 أصفار، لاحظ خط منقط، خط دعم. لاحظ السعر شو عمل؟ السعر طلع من فوقه، تمام، رجع هبط تحت منه، بس هو دعم. السعر أول ما طلع فوقه عندك شراء، هون عنده دعم. العملة كمان حيتم اختراق هذا الخط، حتوصل هون كمان عنده حوالي 56%. خلينا نشوف البيتكوين اللي هو العملة الأم، تمام، للسوق كله. فالدلتا تبعها هي 10، تمام، أوكي. طيب الدلتا تبعها 10، عملة البيتكوين. لاحظ كمان منطقة دعومات، وحكينا بالفيديو الخاص قالوا لنا في هبوط ل 22 أو 24 ألف، قلت لهم لا، العملة مدعومة، شايفين هذا هو الدعم، هذا الدعم. ولاحظ العملة وصلت على الدعم الثاني وطلعت فوق، فهي كمان نقطة شراء وصبك هون. عندك هذا هو هدف العملة 32 و 0.37، هذا فيك هدف أول. إن طلعت كمان صوت، فحتوصل على 35
637 I don't expect that إنه توصل للهدف الثاني. لازم من هذا المستويات تدخل بهي المنطقة أو تعمل أهم شيء هذا خط المقاومة حتوصل له، بعدين ترجع تعمل هبوط. الهبوط ما حيكون عنيف بالمناسبة، تمام؟ إنه almost حكينا إحنا إنه العملات عم تحاول تعمل قيعان رئيسية، عملات عم تعمل عملات ميجر. وفي عملات تانية، طيب آخذ عملة مانا 3 لونج، هي حكينا عنها كمان. العملة كمان مدعومة، الدلتا تبعها 0 3 أصفار 1. أوكي، لاحظ هاي العملة لساتها مدعومة، هاي العملة متوقع يصير عليها بام. لاحظ قد ايه هدفها بعيد جدا، عندك حوالي 400%. لا تقول ما بتجيبهم، هيك عملات بتجيبهم. مثل ما عملة بتهبط 90%، العملة بتطلع 500 و600 و10,000%. ممكن تكون فرصة لك، هي الريسك فيها قليل جدا. ستوب لازم يكون أسفل هذا المستوى، تمام؟ أسفل هذا المستوى. فستوبك حاليا قديش؟ حوالي 45%، كبير على حسابك. ففيك تقسم حسابك لأربع أقسام وتفوت بربع. فإذا أنت حسابك المخاطرة عليه 45% تقسيم 4، إذا فتحت حسابك 4 فالمخاطرة 11%. قد إيه هدفك؟ 400%. أوكي، 400%، تمام. أنت فايت بربع حسابك فتضربه ب 0.25، تمام. فهدفك 100%، فحسابك حيتدبل من هاي الصفقة بمخاطرة 10%. هاي صفقة جدا ممتازة. حنشوف شوف هاي عملات، عملة لونا، عملة لونا، خلينا نشوفها. طبعا على الاند بوينت مثل ما حكينا فيك تحلل اي عملة، تمام. فهي الدلتا تبعها 4 أصفار، حطه بس. حطيت الدلتا انت مسكت العملة، مو 4 أصفار 5 أصفار. انت حطيت الدلتا الصح، انت مسكت العملة من ديلا، تصير انت تلعب فيها لعب. حكينا هذا مستوى دعم، هذا مستوى مقاومة. لاحظ السعر كيف قرب عنده وبلش يهبط، واضح يعني قوة الاند بوينت بتحديد بالفعل الاتجاه ودعومات ومقاومات. وبيقول لك السعر شو بده يعمل عند هذا المستوى، مو بس بيعطيك دعم وشراء، يعني انت بتعرف مسبقا من وين بدك تطلع، وبتعرف السعر عند المستويات شو بده يعمل. فهذا هي العملة حيتم اختراقها وحتوصل لهذا المستوى مرة تانية، بعدين عندها هبوط تاني، تمام. ممكن صار اوفر شوت للهدف، وصل لهي المنطقة مثل ما شفنا عملة هي، هي عملة زيول شموع، فممكن تعمل زيول شموع بهي المنطقة. بس خلاص عند هذا الخط 3.3193، خلاص العملة بدها تهبط مرة تانية، حتى لو عملة اوفر شوتينج، تمام. لا الهدف بهمك انت هذا الخط، تمام، اللي هو خط يوم 25، هو الخط المتواصل، فهو المقاومة تبعك. عملة هي حكينا هي عملة هابطة وليست صاعدة. اوكي، خلينا نشوف على فريم الساعة. طبعا فيك تشغله على كل الفريمات، ما عندك مشاكل، تمام. افضل الفريمات هي البرنامج ما له متعلق بالتايم فريم تبعك، يعني على اي تايم فريم بتحطه حيطلع معك نفس الخطوط. هاي العملة للبيع وليست للشراء. اوكي طيب، هاي العملة، تمام، هاي العملة. لأنه ليش؟ ليش العملة للشراء؟ لأنه هبطت من يوم، خط من يوم 20، هاي يوم 20 جابت الهدف تبعها. أوكي، لاحظ يوم 20 وين وصلت بالضبط، لهون. حكينا هون هاي فريم الـ4 ساعات، إذا شفناها كيف إغلاقات الشموع هون، فالعملة لازم تهبط ترجع لهذا المستوى. هذا خط يوم 20، هذا هو. فعندك يوم 21، خط يوم 20، خلونا نشوفه بالتفصيل، ممل. أوكي طيب، خط يوم 20 مقاوم، شايف متواصل، حتهبط لخط متواصل تاني، فلازم ترجع على هذا الخط مرة تانية، اوكي، حتى تاخد دعم. بعدين من هون فيك تشتريها لهون لهذا المستوى، تقريبا حيكون هدفك حوالي 186%، which is big deal، 200%. طبعا اهداف العملات انت حسب العملة تبعك، اوكي، اللي انت دارسها حسب الدلتا. الدلتا هو اللي بحدد سيولة العملة. يعني بيشتغلوا على فيوتشر، تمام، خبراء بالفيوتشر بيعرفوا شو معنات كلمة دلتا. دلتا هي مأخوذة من عقود الفيوتشر، وهي اللي بتحدد السيولة على العملات، بس نحن بنطبقها على السبوت لأنه إلها علاقة بالسبوت كمان، تمام. موضوع علمي بحت. دلتا بيحدد معامل الفولاتيليتي أو السيولة الداخلة على العملة خلال فترة زمنية معينة، خلال الدورة الزمنية. بالفيوتشر الدلتا طبعا متغير حسب السيولة، هون لا، متغير حسب الزمن. هاي نقطة قوة البرنامج، تمام. اللي بيشتغل على الفيوتشر بيعرف شو معنى كلمة دلتا بعقود الفيوتشر. عملة ادا كاردانو،
يعني يمكن هي صفرين على ما أظن، واحد. دلت أنت دلتا بشكل صح انتهى الموضوع، ما حكينا إنه هي منطقة دعم، ما حكينا إنه هي منطقة دعم، فخلص أوكي. ولكن هون المنطقة أوكي، هي العملة في عليها ملاحظة أوكي، الدعم حيتم اختراقه لما لا العملة، تمام، لازم توصل. انتبه على هاي العملة، هاي العملة لساتها بدها تهبط. عندك هون قيوم 20 أوكي، هلا أنت موجود قريب من خط 21، مسك التاريخ اللي قبله 21، هل العملة وصلت له؟ لا ما وصلت له. العملة الأصل تطلع لهون، تمام، بعدين ترجع تهبط لهون، بعدين ترجع تطلع، تمام. فالعملة لسه ما وصلت لخط أصلا يوم 20، فخط يوم 20 هو تحت، فهو دعم، تمام. العملة حتطلع تهبط لهون، توصل لهي المستويات السفلية، الهدف السفلي، بدك تلاحظ مو العملة موجودة على دعم خاص أوكي هي للشراء أوكي، بدك تشوف الدورة اللي قبلها، الدورة اللي قبلها هي يوم 20، خليني ألغي يوم 16، تمام. الدورة هي قبل يوم 20، العملة ما وصلت ليوم 20، تمام. دايما بدك تاخذ اللي قبله واللي بعده عشان تعرف انت هذا الدعم حيتم اختراقه لما لا. فيوم 20 كمان هي نقطة احد اسرار الكريبتو بوينت، تاخذ دائما النقطة اللي قبله اللي بعده. فيوم 20 هون ما وصلت على المقاومة، فليش ما وصلتي؟ لو وصلتي عند هي المقاومة كان هذا دعم لك وحتطلعي لهون مرة ثانية. لا لسه ما وصلت على المقاومة، معناتها هاي المقاومة ما اشتغلت اوكي، فلسه دورة يوم 21 ما تفعلت. فدورة يوم 20 إذا بتشوفها هتلاقيها هي تحت، ليكو هذا الخط المنقط تبعها أوكي، فهي حتهبط حتى هون هاي المنطقة مرة ثانية، بعدين ترجع تطلع. ليش؟ لأنه ما وصلت لخط يوم 20، هي هبطت من خط يوم 16 أوكي، لاحظ هبطت من خط يوم 16 تماما، فما وصلت ليوم 20، فهي الدورة لم تتفعل، معناتها لسه عندنا هبوط هيك حتى يوم 20، بعدين تطلع لهون، تمام. اليوم 23 انت ضمن فترة السماحية، لازم تهبط لهي النقطة، بعدين ترجع تسحب الخط لفوق مرة ثانية سحبة واحدة، وتعمل 70% فشراء هون ضعيف. بدك تشتري من هون، بدك تعمل حسابك تعزز على 0.4 اوكي. طيب عملة الاثيريوم كان الدلتا تبعها واحد. العملة نموذجية جدا، تمام، ما فيها شيء جديد. العملة هبطت من خط يوم 20، وصلت على يوم 21 دعم، حترجع تطلع، تمام، حترجع تطلع لفوق لهي المستويات مرة ثانية، وهي هي أهدافها هون بهي النقطة أوكي، فهي هي أهدافها بهي النقطة، تمام. حترجع هون تطلع مرة ثانية، فهذا هو مستوى الدعم المقاومة تبعها، ما في عليها سيولة كبيرة which I expect. إن رجعت هبطت العملة تبعك، يعني وين مستويات تعزيزها؟ مستويات تعزيزها هون، الإند بوينت ما بيخليك محتاج أي حاجة، تمام. فحتى لو هبطت لهون اصبر على العملة حترجع تطلع لهون، أو عزز من هون مشان ما تضيع وقت، يعني قسم محفظتك لقسمين وعزز لهون، وهذا الحكي لكل العملات أوكي. ليش؟ لأنه هذا دعم، هذا دعم يوم 25، فلو عملة كملت هبوط حتلاقي دعم يوم 25 خط المنقط هذا، فهي نقطة تعزيز ونقطة تعزيز للعملة تبعك. حتطلع إذا عززت من هون حتطلع كسبان حوالي 15%. الإثيريوم ما في عليه سيولة، لا هو ولا البيتكوين. فالسيولة ملاحظين العملات الرئيسية ما عليها سيولة، سيولة متركزة في العملات في العملات البديلة، مو بالعملات الرئيسية. طيب هاي العملة قد ايش سيولتها؟ تقريبا 4.1، ما طلع عندك شي، زود صفر، ما طلع شي، زود صفر، بلشت تطلع خطوط بس مو هي الخطوط اللي بدنا اياها. لاحظ المسافة، يعني المسافة بيناتها خطوط جدا كبيرة. العملة لو بدها تهبط من هون هتهبط 67%، which is يعني هون ما في عنا اي خطوط، ف كان لازم نكبر نحط صفر زيادة. هاي هي العملة أوكي، هاي هي العملة. لاحظ عند دعم ابن كلب هون دعم 25، العملة حتطلع لهون طيب دومات. لاحظ وصلت على دعم يوم 20، فهي حتطلع من دعم يوم 20 حتهبط لهون، تطلع لهون مرة ثانية
هذا هو هدف العملة، حوالي 24%، ما هدفه ما قوي مثل باقي العملات اللي عم نحكي عنها. في عنا عملة TWT، تمام، هاي العملة كمان هابطة 0.001. طبعا هاي العملة أنا طلعت منها، ما في داعي أنت بعملة أوكي تضل هي عملة هابطة. أوكي طيب، العملة هذا هو خط يوم 20، لاحظ خطين، طبعا هو صار اوفر شوتينج الهدف، لاحظ طلعت لخط النقط الثاني النهدي، ركز على الخط النهدي. بعدين العملة هون عندها مقاومة تبع يوم 25، فمستحيل تطلع لها، لازم تهبط لهي المستويات مرة ثانية 0.4، بعدين تعمل هاي الحركة وتطلع. فهي العملة ليست صعبة إذا تشتروا فيها. أوكي، فعندنا عملة الـ XRP، I think إنه هي مدعومة بشكل جيد. لاحظين نفس الدلتا تبع عملة TWT Trust Wallet، بس العملة مدعومة بشكل أكبر. تمام، طيب، طبعا هذا الموضوع كل يوم بشوفه، فعم بعمل فيديوهات أنا كل يوم بشوفه، بفتح أول ما بدي أتداول بفتح الـ Endpoint بشوف الدنيا شو فيها. أوكي طيب، ف تمام، فهي هي العملة. طيب بالنسبة لعملة لونا، فيك تاخد الهدف عند الخط الأحمر الأول، ولازم ترفع ستوبك عشان صار معك أي شيء تكون ضمن أنت الاحتياطات اللازمة. يلا بالتوفيق شباب، خلصنا شرح بعض العملات اللي احنا بدنا نتداول عليها. عملة، شوفي عملات تانية، تمام، بس خلاص بكفي بهذا الفيديو. يلا بالتوفيق شباب.